طالب مشاركون في وقفة احتجاج بساحة الحرية بمدينة تعز بمحاكمة دولية لقيادة ميليشيا الحوثي على سلسلة جرائمها بحق اليمنيين، ومن بينها الحصار الإرهابي الخانق على المدينة وجرائم الإبادة المنظمة بحق المدنيين. وتزامنا مع مرور 3000 يوم على الحصار المفروض على المدينة منذ 13 يوليو 2015، نددت الساحة بالموقف الأممي والدولي المتخاذل إزاء جرائم الحرب الحوثية وانتهاكاتها الإنسانية على مدار الأعوام الماضية. ودعا المشاركون في الوقفة اليوم الجمعة المجتمع الدولي إلى أن يثبت براءته من مناصرة جرائم الميليشيا من خلال تفنيد جرائمها وتقديم عناصرها المتورطة في فرض الحصار وممارسة الجرائم للعدالة ومحاسبتهم جراء خرقها للقانون الدولي الإنساني والتنكيل الجماعي بملايين السكان المحاصرين. وتضمنت شعارات الوقفة دعوات للمجلس الرئاسي بالعزوف عن الركون إلى جهود السلام والتمسك بقرار استعادة الدولة بقوة السلاح وسواعد اليمنيين الأحرار من الجيش والمقاومة من أجل دحر الانقلاب وصد الخطر الطائفي المتطرف عن الأجيال القادمة. المواطن البسيط يتساءل كيف استطاع المجتمع الدولي أن يضغط ليحصل الحوثي على مطار وعلى ميناء في حين أنه لم يستطع أن يضغط من أجل أن يطلق طريق أو يفتح طريق لمدينة محاصرة وهي في القانون الدولي يعتبر حرب إبادة. هذا الحصار الهدف منه هو أن يستسلم أبناء تعز لهذا الانقلاب الغاشم ولهذه الميليشيا الغاشمة المجرمة التي لا تراعي في الشعب اليمني إلا ولا ذمة، فهم يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض وينهبون الأموال. هم يريدوا أن يركعوا هذا الشعب اليمني وأن يكون هذا الشعب عبيدا لهم، ولكن هيهات هيهات، فالشعب اليمني شعب حر كريم، شعب لا يمكن أن يقبل الاستبداد والظلم والطغيان. وهو في الضغط العسكري هو سبيلنا الوحيد، يمكن لنا عن طريق الضغط العسكري أن نحقق كل ما نريده. بعد 3000 يوم أصبحت المؤتمرات الصحفية لا تجدي أي نفعا، وأصبح المخاطبة المجتمع الدولي لا يجدي أي نفع. فقط ندعو رجال تعز في كل المستويات العليا والمتوسطة أن يستعدوا لفترة نفك التحرير بأيدينا وبسواعدنا، ونعتمد مقاربة جديدة لفك هذا الحصار، والمقاومة الشعبية مستعدة لبذل كل شيء وبجانب الجيش الوطني لنيل هذه الحرية وحرية المحافظة، وجنودنا وأبطالنا في الجبهات في أتم وأعلى مستويات الاستعداد للمواجهة القادمة بإذن الله.